وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي. بارك الله فيك دكتور محمود. دكتور محمود، ما صحة صورة التوأم الأربعة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي؟ بارك الله بك أخي. أخي، مشفى الرجاء الجراحة في قاع، مشفى عام يقدم الخدمات الطبية المجانية في طب الأطفال وحديثين الولادة والتوليد والنسائي وجراحة العامة والطوارئ والداخلية. أخي، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي البارحة تم على الشكل التالي: باجتهاد من ممرضة النسائية، ممرضة القسم النسائي، ومن باب تنشيط غرفة عمل المشفى وضعت صورة على الغرفة لولادات القسم في ذلك اليوم، وهو عبارة عن ولادة قيصرية لحمل توأمة إناث تماما، وولادة طبيعية لحمل توأمة إناث آخر، وهم من أقارب العناصر العاملين في المشفى. وبحضور الولودات والمرافقات تم تصوير الأطفال احتفالا بولادتهم وتسليمهم لأهلهم. طبعا الصورة وضعت على الغرفة لبيان عمل القسم النسائي. سربت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة ما على أنها حمل توأمة لأربع إناث تماما، وتم تداولها من قبل الإعلاميين بشكل شديد على شكل نسخ ولصق دون التحقق من المصادر المعروفة في المشفى. أيوة، يعني انطلاقا من كلامك، ممرضة صار في خطأ، وممرضة هي اللي جمعت بين توأمين اثنين وصورتهم بس لحتى تفرجي للناس عمل المشفى، وهي يعني الإعلام هو اللي روج عن هي الفكرة أو عن هي الصورة وصار تضخم إعلامي. تماما أخي، الصورة وضعت على غرفة عمل المشفى فقط وليس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو لأنه نحن ليس لدينا إعلام، البيانات ترفع للمنظمة فقط، ولكن من باب تنشيط غرفة العمل المشفى تم وضع عمل قسم التوليد لذاك اليوم. تماما. دكتور محمود، برأيك لماذا يتم تداول مثل هذه الأخبار دون التأكد من صحتها؟ طبعا أخوتنا الإعلاميين وعلى شكل سبق صحفي يريدون أن يتم تداول إشاعات دون التحقق من مصادر الموثوقة كإدارة مشفى أو الأطباء العاملين في الأقسام. طيب دكتور محمود، بغض النظر عن صحة الخبر أو عدمه، هل حدثت وقائع مشابهة في مشفى رجاء سابقا؟ طبعا لم يحدث مثل هذه الحالة، ولكن كان عبارة عن خطأ واجتهاد من الممرضة لتبين عمل قسمها قسم النسائي. تماما. طيب دكتور محمود، في النهاية ما رسالتكم للإعلاميين وعامة الناس الذين يروجون أخبارا دون التأكد من صحتها؟ طبعا رسالتي للأخوة الإعلاميين، أتمنى منهم التوخي الحذر والتحقق من مصادر موثوقة لعمل أي قسم من أقسام المشفى عن طريق اتصال بالإدارة والأطباء العاملين في المشفى. لازم أكيد إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور محمود على توضيحك للأمر. طبعا كنت معنا عبر اتصال هاتفي في برنامج صباح